صباح الخير ومساء الخير على الجميع. أنا لأن اللي تابعوني مو بس من الخليج أو العالم العربي، شايفين ما شاء الله نسبة مبيعات البرفيوم الأعلى في أمريكا، بعدين العالم العربي. فعندي متابعات كثير من أمريكا، أوروبا، فالتوقيت يختلف. فعلى الجميع صباح الخير ومساء الخير، يعطيكم العافية وحشتوني. اليوم طاقته ثقيلة بشكل مو طبيعي علي، أنا ما أعرف على باقي الناس. فيوم دخلت بالصدفة أتشيك، يا ربي ليش هالصداع اللي عندي؟ عندي صداع هنا ولوعة، والنفسية اليوم زي ما شفتوا الحمد لله انعال. يوم دخلت بتشيك ولاقي إن اليوم حركة في شيء، مقياس يقيس يوميا طاقة الأرض، هذا موقع يعني عالمي علمي يقيس ذبذبات الأرض. اليوم الذبذبات فقلت عشان كذي خسوف، ما أدري شو اسمه هذا، كسوف قمر، خسوف قمر. فالله لا يوريكم اليوم ثقيل، الله ما إن شاء الله يعديه على خير. نصيحة في الأيام اللي زي كذا، الذكر، التسبيح، اللطافة مع النفس حلو بيهدي. فأنا بعد شوي بس أخلص هالمحتوى أبتدي أذكر، لأن بصراحة اليوم كثير طاقته ثقيلة. إن شاء الله يعدي على خير علينا وعليكم جميع. واللي يحس زي إحساسي قولوا لي تحت هذا الفيديو، هل أنتم حاسين اليوم نفس الشيء؟ وحابة واجد أشكر كل بناتي وإخواني وأصحابي اللي نزلت الفيديو اليوم أستشيركم، عدا فراس الحقير فانزي قال لي انت تستشيرين اخر شيء راح يسوي لي في راسك. لا والله والله اليوم فعلا احتجت استشاره، يعني احتجت اقول لكم شوروا علي انا شنو اركز عليه، لاني انا تعبت، انا فعلا تعبانه. يعني بركز على شمس المطربه اللي انا احبها وانتم ما عرفتوني لولا هذيك المطربه، بركز على شمس اللي تعلم وتعلم الناس لله بحب، تبغى الناس كلها تكون بخير من غير مقابل. بعد أنا ميتة في هذيك الشخصية الثانية بصراحة، اللي هي تعمل دور كذا رحماني في الدنيا. حتى أمي اليوم كلمتني تبكي تقول شفت السناب، ويوم إنك يببتي زغرطتي، يعني يوم إن المرأة تشافت من القولون والمعدة وكذا، تقول لكم تبكي يعني إن شلون ربي عطى طاقة التشافي في يدك للناس وكذا. فهذا الشيء هم بعد جزء كبير مني وجزء أكبر من الفن، أني أنا أحب أكون هيلر. والثالث أني أنا بزنس وومن ناو لأول مرة في حياتي. أنا طول عمري لا أفهم في البزنس أفهم فيه بس ما أسوي، ما أطبقه. فلأول مرة قررت أكون بزنس وومن، وهذا كمان يتطلب مني مجهود فظيع. أنتم مش متخيلين الموضوع، أنك تو أوبن بزنس مش موضوع تحديات مالية وتكسب، لا 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 لا، بداية أي مشروع تتفكر في النجاح والوصول وكذا. فالثلاثة يبون شمس، والثلاثة يبوني متواجدة، والتواريخ كلها جنب بعض. يعني مو إنه والله أنا فيا أقسمهم، لا، يعني لانش البرفيوم، الاحتفالية البرفيوم